المشكلة الأساسية إنه تعودنا في المجتمعات العربية على عدم نقد الذات. صحيح. نحن دائما على صواب والآخرين كلهم على خطأ. العالم الكل قاعد يتقدم، المجتمع العربي قاعد ينحدر ولا ينقد ذاته. هذاك علاش نحن وصلنا لتو في أسوأ ظرفية نعيش فيها، والمصيبة الكبرى إن نحن تو في المجتمعات العربية قاعدين نقتلوا في بعضنا، ندمروا في بعضنا، نكفروا في بعضنا، والغرب يتقدم، والغرب دائما يتقدم. نظرة الغرب لنا سيئة، أصلا نظرتنا لينا سيئة ولا نعترف بذلك. لست مع القومية أبدا أبدا أبدا. أنا أصلا أنا ضدها. أنا أكثر مفهوم لازم يلغى من تاريخنا هو مفهوم القومية. لماذا؟ لأنه حتى حد ما حب يجاوبني. معناه كي أي واحد نقول له ما معنى قومية عربية حتى حد ما يجاوبني. هل هو مفهوم جغرافي سياسي تاريخي عقائدي شنية؟ أنت مع البشرية؟ أنا مع الهوية البشرية، هذيك الهوية اللي تنجم تجمعنا. أما تقول لي يعني القومية في ظنك هي أيديولوجية مثلها مثل أيديولوجية المتطرفة؟ هو مفهوم سياسي، هو مفهوم سياسي استغلوه زعامات معينة في ظرفية تاريخية معينة ومشى على روحه، وهما ذهبوا وبقى المفهوم وبقى موجود يستغل، ولكن ما 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 لا يشبهنا في هذه الفترة، لا يشبهنا أصلا، يبعد فينا أكثر من اللي قاعد يجمع فينا.